مشكل الحداد حول الآلات والصناعة والتكنولوجيا وغير ذلك، وإن كانت الحداد هي أكبر من ذلك، هي ليست مجرد تحديد، هي قيم منتجة لهذا التحديد. ولذلك حين نتحدث عن الحداثة لا نتحدث فقط عن الهاتف أو الإنترنت أو الطائرة أو السيارة، وإنما نتحدث عن الإنسان، عن حقوق الإنسان، عن الحريات الفردية والحريات الجماعية، عن فصل الدين عن الدولة، عن علاقة الدين بالدولة، عن مفهوم الدولة، عن مفهوم الوطنية، عن العلم، عن الفكر. كل هذه المواضيع متعلقة بالحداثة، وهي من إنتاجات الحداثة التي نتحدث عنها. طبعا نحن نتحدث عن الحداثة المعاصرة التي كما قال الدكتور بدأت في القرن 15 أو 16 الميلادي، وازدهرت في القرن 18 والتاسع عشر مع حركة الأنوار، وهي الحداثة الغربية بشكل خاص. وإن كانت هناك حداثات أخرى، أنواع أخرى قد لا تكون أخذت نفس الاسم، ولكن من حيث الروح والمعنى أيضا تشتبه كثيرا في هذا الأمر. لأننا حين نتحدث مثلا عن الحداثة الأوروبية والغربية وعن أسباب إنتاجها واحتكاكها بالفلسفة مثلا واستفادتها من مدارس أخرى ومن الفلسفات أخرى، التاريخ الإسلامي أيضا عرف فترات قريبة من هذا الأمر. لو أننا تحدثنا مثلا عن العصر العباسي والنهضة التكنولوجية والعلمية والفكرية والثقافية وترجمة كتب اليونان وحتى الأدب والفن الذي ازدهر في ذلك الوقت، يمكن أيضا التحدث عن حركة حداثية وقعت في ذلك العصر ووقعت في ذلك العهد. الأندلس أيضا عرف نوعا من الحداثة بمعنى التقدم على ما كان واقعا وإطلاق العنان للعقل، وهو أساس الحداثة. أن أساس الحداثة هو إطلاق العنان للعقل ليفكر ليبدع، بدل أن نعيش في التاريخ وأن نعيش في الماضي وأن نحاول الرجوع إلى الماضي. هذه الحداثة كان طبيعيا حين اصطدمت بالشعوب الإسلامية والمجتمعات الإسلامية أن تحدث نوعا من الرجاء، خاصة نحن نتحدث الآن عن القرن 18 أو القرن 19 الميلادي، حيث بدأ الاحتكاك بين الحداثة وبين المجتمعات الإسلامية، وكان السياق مختلفا تماما كل الاختلاف عن السياق الذي نعيشه اليوم، بحيث أنه كانت سلطة الفقيه في ذلك الوقت قوية جدا، بحيث كان تمثل الدين داخل المجتمع أقوى بكثير مما هو عليه الآن، ولذلك لم يكن الانفتاح على الحداثة سهلا جدا في غالب المجتمعات الإسلامية ومن ضمنها المجتمع المغربي. وبدأ الأمر كما قلت بالاصطدام مع التحديث قبل الحديث عن الحداثة والقيم التي جاءت بها الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحورية الإنسان والحريات الفردية وغير ذلك، وحتى قضايا التحديث التي اليوم لا تشكل إشكالا حتى لأكثر المتشددين، حتى لأكثر الأكثر متطرف اليوم وأشد التنظيمات اليوم تطرفا، هي تستعمل منتجات الحداثة، بل تستعملها بمهارة كبيرة. وأنتم رأيتم الفيديوهات التي كانت تصدرها داعش وكيف كان لها تأثير قوي جدا في الاستخبار، لأنها كانت عالية الجودة، لأنها استخدمت ووظفت الصورة بشكل خطير جدا، تمكنت به من استقطاب كثير من الشباب للالتحاق بهذه التنظيمات. لكن الواقع لم يكن في أول اصطدام بين المجتمعات المسلمة وبين الحداثة. على سبيل المثال في المغرب لا تتخيلوا، يعني حتى أحيانا الإنسان ربما لو قرأ ذلك الآن ربما يعني أصابه الضحك من تلك المواقف التي عبر عنها الفقهاء والذين كانت لهم سلطة معنوية قوية على المجتمع من منتجات الحداثة، بحيث أن كثيرا مما نستعمله اليوم بشكل عادي جدا قد لقي معارضة كبيرة ولقي تحريما كبيرا من طرف الفقهاء. نتحدث مثلا عن التليفون، عن التلغراف، عن البارود،
عن الشاي عن القهوة عن وكتبت بالمناسبة كتبت كتب ومؤلفات في تحريم مثل هذه الأمور، هناك مؤلفات في تحريم القهوة والشاي، في تحريم التلغراف. أول ما نزل التلغراف بقصر المولى الحسن الأول بمراكش، أول كان أول دخول للمغرب، قامت ضجة كبيرة بين الفقهاء، هل يجوز استعمال التلغراف؟ هل لا يجوز استعماله؟ منهم من اعتبره شيطانا يكتب وينقل هذه الأخبار. ثم جاءت قضية هل يمكن اعتماد التلغراف في الخبر المتعلق بشهر رمضان بدخول شهر رمضان وخروجه، واضطر بعض العلماء المتنورين في ذلك الوقت كالحجوي الثعالبي إلى أن يؤلفوا مؤلفات يسرد فيها عدد من الأدلة التي تتحدث عن جواز استعمال التلغراف. بعض الأعلام المشهورين في التاريخ المغرب التاريخ العلمي أيضا حين تقرأ لهم على رمزيتهم وعلى غزاة علومهم، يعني كانوا علماء كبار ولهم قوة علمية كبيرة جدا من حيث التأليف، من حيث الاطلاع، من حيث التمكن العلمي، لكن مع ذلك كانت لهم مواقف سلبية جدا من الحلال. حين عن أول احتكاك للفقهاء المغاربة بالحداثة وكيف كانت مواقفهم السلبية، حرموا المطبعة أول ما ظهرت المطبعة، وطبعا لأن المطبعة لم تكن في مصلحة الفقهاء، لأن كثيرا من الفقهاء كانوا يقتاتون من النسخ ومن الكتابة، فالمطبعة كانت ستحرم عليهم أرزاقهم، فلذلك غالب الفقهاء في ذلك الوقت حرموا استعمال المطبعة. السكر، ألفت مؤلفات في تحريم السكر وفي أنه لا يجوز استعمال السكر، بل كان بعض القضاة في المغرب لا يقبل شهادة من يتناول السكر، الذي يتناول السكر لا تقبل شهادته عند القاضي بحكم أن هذه مادة آتية من بلاد الكفار. هذا كما قلت في قضايا التحديد، فضلا عن بعض ما يمس القيم، فضلا عن التنظيمات الحديثة، مثلا التنظيمات العسكرية، التحية وإلقاء النشيد وكيف يقف العسكر واللباس والكسوة، كل هذا ثار جدل كبير جدا بين الفقهاء، هل يمكن استعمال أو الاستفادة أو تقليد هذه التنظيمات ما بين مرحب بذلك وهم القلة القليلة، وما بين الغالب من الناس من الفقهاء الذين كانوا يحرمون تقليد بين قوسين الغرب في كل هذه حتى الأشكال الظاهرية أو التنظيمات المعاصرة التي جاءت مع الحداثة. حاصل القول أنه سواء في المغرب أو حتى في غير المغرب، في أول احتكاك بين الحداثة وبين العالم الإسلامي حصلت صدمة رهيبة جدا، ليس فقط من قبل، لأن هذا التحريم هو ليس تحريما حقيقيا، يعني حين تقرأ الآن من كتبوه تلك المؤلفات التي كتبت تجد أدلة وانية وضعيفة جدا، ولكن هو إحساس بالخوف، هي ردة فعل فيها كثير من الهلع وفيها كثير من الفزع من هذا القادم الذي يدخل علينا بيوتنا. ولكن من ناحية أخرى هذا الخوف وهذا الهلع هو الذي أدى، طبعا هذا الخوف وهذا العلع كان معه نوع من الانبهار، خصوصا بعدما بدأ بعض الفقهاء أو بعض المفكرين في العالم الإسلامي يذهبون إلى العالم الغربي ويحتكون بالعالم الغربي ثم يعودون فيطرحون السؤال الشهير المعروف الذي طرح في ذلك الوقت والذي كتبت فيه المؤلفات، وهو لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم، وكتب شكيب أرسلان سؤالا كتابا بنفس الموضوع، وكتب أبو الحسن الندوي، وكان هذا السؤال فعلا هو محط حديث المفكرين والفقهاء خاصة الذين كانوا يشتغلون على التنوير، مع تعرفون مع النهضة العربية ومحمد عبده والكواكبي وغيرهم، بدأت فعلا إثارة هذا السؤال بقوة، لماذا تقدم الغرب ولماذا تخلف المسلمون، لماذا تقدموا هم ولماذا نحن تخلفنا، وبدأ السؤال هل الحداثة هي السبب، هل أن تحول الغرب إلى منطق الحداثة بكل منظومتها الفكرية والثقافية والعلمية
العلمية والتكنولوجية هو السبب في تقدمهم، وأن تخلفنا عن الحداثة وعدم قبولنا بالحداثة هو الذي جعلنا على هذا الشكل من التخلف، وعلى هذا الشكل من الضعف ومن الهوان. فوقع هذا الاحتكاك بين الإسلام وبين الحداثة، بين الحضارة الغربية وبين واقع المجتمعات الإسلامية، وحينها ستظهر كثير من المدارس، ستظهر الكثير من المدارس التي تحاول الإجابة على هذا السؤال حول الموقف من الحداثة. ما هو موقفنا من الحداثة؟ ما هو السبيل للتقدم؟ هل هو قبول هذه الحداثة؟ هل هو رفض هذه الحداثة؟ خاصة أنكم تعرفون أن الأمر يتعلق بهوية وخصائص. طرح سؤال ولا زال يطرح إلى اليوم، هل هذه الحداثة التي نتحدث عنها هي حداثة كونية أم أنها حداثة غربية؟ لأننا رغم أنها هي في شكلها الواضح حداثة غربية وهي قادمة من الغرب، ولكن هناك من يقول أنها ليست في حداثة غربية، وأنها هي تراكمات كونية، وأنها هي حداثة كونية وحضارة كونية، وأن الغرب، وهذا صحيح، أن الغرب بنفسه لم يكن ليصل لهذا المستوى من التقدم لولا استفادته من حضارات أخرى بما فيها الحضارة الإسلامية. فإذا هي ليست حداثة غربية بقدر ما هي حداثة كونية يمكن للجميع أن يستفيد منها، سواء كان مسلما أو كان مسيحيا أو كان بوذيا أو كان لا دينيا، فبإمكان الجميع الاستفادة من هذه الحضارة الكونية. لكن الإسلام بالخصوص هو الأديان الأخرى حاولت واجتهدت في أن تجد نوعا من التوليفة والتركيب بين الإسلام، بين الدين وبين الحداثة. طبعا لم يكن ذلك سهلا، أنتم تعرفون أوروبا لم تصل إلى هذه التوليفة إلا بعد حروب ومعارك وصراعات واقتتال راح ضحيته آلاف من الناس، ولكن في الأخير وصل الأمر إلى توليفة كما نراه خاصة في دول اسكندنافية، في ألمانيا، في بريطانيا. هذا التوفيق الموجود الآن هو طبعا جاء بعد الصراعات ونقاشات مثل التي نناقشها الآن، وهي قضية الدين والحداثة وكيفية التوفيق بينهما. لكن العالم الإسلامي لطبيعة الإسلام في نظر كثير من الفاعلين الدينيين والمتحدثين باسم الإسلام أثار إشكالية أكبر، وهو هل يمكن القبول بهذه الحداثة؟ خاصة أننا كما قلنا نحن لا نتحدث فقط عن تليفون ولا نتحدث فقط عن ميكروفون، هذا مع توالي هذه المنتجات وغزو هذه المنتجات لأسواقنا الأمر تجاوز الفقهاء، وأصبح لا يستطيع أحد أن يتخلى في حياته عن الكهرباء، ولا أحد يستطيع أن يتخلى عن التليفون ولا عن التلفزيون، بل حتى ذلك إمام المسجد في مسجده لا يستطيع أن يتخلى عن منتجات الحداثة، فهو يصلي بميكروفون والأذان يرفع بميكروفون والكهرباء المسجد يضاء بكهرباء، وكل ذلك بمنتجات الحداثة. بقي الإشكال إذن في القيم الفكرية والثقافية المنتجة لهذه الحداثة، هل يمكن قبولها أو لا يمكن قبولها؟ طبعا المفكرون الإسلاميون أو المسلمون عموما كانت لهم مواقف متباينة ومختلفة من كيفية التعامل مع الحداثة، وهناك مدارس في هذا، هناك مدارس في هذا الموضوع. هناك مثلا المدرسة التي رفعت شعار أسلمت الحداثة، قالوا بأن الحداثة هي أمر واقع ولا يمكن إيقافه ولا يمكن رفضه، ونحن شئنا أم أبينا نحن سائرون إلى تبني قيم الحداثة، لأن الواقع والسياق التاريخي كله يفرض علينا القبول بالحداثة، ولكن على أساس أن نؤسلم هذه الحداثة، وعلى أساس أن الإسلام قد جاء بهذه القيم قبل أن يأتي بها الغرب. ويحاولون أن يأتوا بكل القيم التي جاءت بها الحداثة المعاصرة وأن يجدوا لها أصولا من الدين في أصله، طبعا الدين المطلق
وليس الدين الثقافي والدين التاريخي. ورأينا محاولات كثيرة لحسن حنفي مثلا الذي كتب كثيرا في هذا الموضوع حول أسلمة الحنابلة. هناك من يقول مدرسة أخرى طبعا داخل الحقل الإسلامي تقول بأنه هذا كله تضييع وقت، وأن الحضارة الغربية يجب تمجيدها ويجب الاعتراف بكل ما بلغته من قوة وبكل ما بلغته من ازدهار، وأنه يجب تبني هذه الحضارة، وأنه يجب تبني مخرجات هذه الحداثة، وكل ما جاء به الدين وكل طبعا الدين بمفهومه العام، يعني ليس فقط أصول الأولى، ليس فقط كتاب أو ليس فقط كتاب والسنة، كتاب والسنة وفقه إسلامي وحديث وعلوم إسلامية، كل هذه يجب أن توضع في الرف كنوع من التراث. رغم أنه مثلا محمد أركون حين يتحدث عن هذا الموضوع وتجديد الفكر الديني هو يقول بأن ما وقع في عصور سابقة في التاريخ الإسلامي هو أيضا نوع من الحلال، رغم أنه نحن الآن نضعه في المجال الأصولي، ولكن في وقته وسياقه التاريخي هو كان حداثا. فما فعله الشافعي مثلا؟ الشافعي في وقته كتب كتاب الرسالة ووضع فيه أصول الفقه التي عليها غالب الفقهاء وغالب المدارس الفقهية إلى اليوم، وهو الذي أصل ما أصل من قضايا التشريع وأصول التشريع، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك. الشافعي هو الذي وضعها، وللأسف الشديد أن الالتزام اليوم بما وضعه الشافعي في وقته وفي زمنه أحد الإشكاليات التي نعاني منها اليوم، أحد الإشكاليات الكبرى والعوائق الكبرى التي نعاني منها اليوم هي الالتزام بما وضعه الشافعي كاجتهاد منه وما أصله في كتابه الرسالة. ولكن مع ذلك أركون يعتبر أن الشافعي في وقته يمثل نوعا من الحداثة بحكم السياق الذي كان فيه، بحكم أنه جاء بحل إشكاليات، أنه كانت هناك إشكاليات قائمة في ذلك الوقت وأنه جاء بالحل الذي يناسب ذلك السياق. ويعتبر ابن رشد أيضا هو طفرة أخرى من طفرات الحداثة في التاريخ الإسلامي. ولكن بعد هذا كله يقول أن ما جاء به الفقهاء وما جاء به الشافعي وما جاء به ابن رشد كل ذلك يجب أن يوضع في الرف ويجب أن يوضع في المتحف، وأننا يجب أن نعيش عصرنا اليوم وواقعنا اليوم بالقيم التي أنتجت السياق التاريخي الذي نعيشه اليوم والذي تعتبر الحضارة الغربية فيه هي الأصل. طبعا هناك تيارات رفضت رفضا قاطعا التعامل مع الحداثة. في الأول الأمر كما ذكرنا رفضت التعامل مع حتى مع المنتجات التكنولوجية، لكن طبعا هذا الأمر لم يعد ممكنا، فلذلك أصبح تركيزها على ما جاءت به الحداثة من قيم فكرية ثقافية علمية من طبعاً هذا الذي يمثل هذا التيار تيارات الإسلام السياسي بكل أنواعها. تيارات الإسلام السياسي وقفت موقفاً رافضاً جملة وتفصيلاً للحداثة، سواء كانت منها سلفية أو كانت منها حركية. وتعرفون الشعار المشهور الذي ابتكرته هذه الحركات وهو الإسلام هو الحل، لأن يعني الإسلام هو الحل هو شعار في مقابل أنه أو إجابة على السؤال الذي تم طرحه، لماذا نحن تخلفنا وتقدم هؤلاء؟ قالوا الإسلام هو الحل، وبالتالي نحن منظومتنا وقيمنا وحتى الوسائل وحتى الأدوات أرادوا أسلمتها، بل ذهبوا أبعد من ذلك حين أرادوا أسلمة كل شيء، مجتمع من اقتصاد من علوم من غير ذلك، كل ذلك لم يكن إلا ردة فعل على ما جاءت به الحداثة الغربية كنوع من الدفاع ونوع من الانكفاء على النفس. وأنتم تعلمون طبعا النتائج الكارثية التي جاء بها هذا الطرح والتي أنتجت التنظيمات المتطرفة التي اليوم تصدر وتنتج الإرهاب باسم الإسلام في سائر دول العالم. هناك طبعا
عن من يقول بأننا نحن الآن، وإن كان هذا في نظري طرح هو فلسفي أكثر من واقعي، وهو ما معنى الحداثة وذكره الدكتور ويقول بأننا نعم الحداثة الغربية هي أنتجت وقدمت في وقتها، ولكن نحن الآن نعيش عصر ما بعد الحداثة. ولكن طبعا هذا الطرح كما قلت ويبقى طرحا فلسفيا محضا، لأن الواقع الذي نعيشه اليوم يفرض علينا التعامل مع الحداثة التي أنتجها الغرب، والتي هي لا زالت تتحكم في كل مفاصل العالم، ولا زالت لها الغلبة على كل المستويات سواء السياسية أو الفكرية والثقافية. طيب الآن السؤال، هل يمكن بما أننا نتحدث عن الحداثة وأن فيها أشياء جميلة لا يمكن إنكارها، وطبعا فيها سلبيات، وإن كان الذي يتمنى الحداثة لا إشكال عنده في أن تتحدث له عن السلبيات، لأنه سيقول لك بأن الحداثة هي أصلا منطلقة من عدم القداسة. ولذلك الذي يأتي وينتقد الحداثة ويقول لا الحداثة تضمنت إشكالات أخلاقية وأدت إلى كذا، والليبرالية المتوحشة والانعدام الأخلاق وطغيان الفردانية وغير ذلك، صحيح، وهذه إشكالات حقيقية في الحداثة، وبعض الذين تحفظوا على الحداثة تحفظوا عليها من الجانب الأخلاقي، ولكن نقطة قوة الحداثة في هذا الموضوع أن الحداثة يقول أنا أصلاً ليس إطلاقيات، أنا لست شيئاً مطلقاً، وبالتالي تجد هذا النقاش داخل الغرب نفسه، هذه الإشكاليات، أو حاول بعض الإسلاميين أن ينتقد الحداثة على المستوى الأخلاقي، يأتي ذلك الأخلاق، هذا النقاش هو موجود عندنا نحن أيضاً، ونحن من والحداثة هي بتكوينها تسمح بالانتقاد الداخلي وتسمح بالنقاش الداخلي، لأنها ليست مطلقا وليست مقدسا، هي منتوج بشري عقلي يتفاعل مع بعضه البعض، ولذلك هو قابل للتقويم وقابل للتغيير. فقلت حاول الآن في ظل هذه المنجزات التي أتت بها الحداثة والتي لا يمكن نكرانها، ليس فقط على المستوى الصناعي والتكنولوجي، لكن على مستوى الإنسان، ما نعيشه اليوم من حقوق، من حديث عن حقوق الإنسان، ما يتمتع به العالم اليوم، مهما كانت هناك من انتقادات ومهما كانت هناك من سلبيات، لكن المستوى الكبير الذي بلغه العالم على مستوى حقوق الإنسان هو من منتجات الحداثة، ولا يمكن نكران هذا الأمر. هذا الازدهار العلمي والفكري والثقافي والأدبي والفني الذي نعيشه اليوم والذي بلغه العالم اليوم هو أيضا من منتجات الحداثة، ولا يمكن لأحد أن يقول بأن هذه ليست من منتجات الحداثة، سواء كانت الحداثة غربية أو تراكمية كونية ساهمت فيها كل هذه الحضارات، إلا أنه في الأخير هي من منجزات الحداثة. السؤال، هل يمكن التوفيق بين هذه الإنجازات التي هي من مصلحة البشرية ومن مصلحة المسلمين أنفسهم؟ ولذلك تجد كثير من المسلمين اليوم، وهذا أستغربه خاصة بعض حركات الإسلام السياسي أو بعض الفاعلين في حركات الإسلام السياسي، أنه ينتقد الحداثة وينتقد منتجات الحداثة، لكن حين يتعرض لأدنى مشكلة يستعمل منتجات الحداثة من أجل المطالبة بحقه. هو مثلاً إذا تعلق الأمر ببلده هو ضد حرية العقيدة، تجده مثلاً إذا تعلق الأمر بالمجتمعات الإسلامية هو ضد حرية الفكر وضد حرية العقيدة، ويرى أنه الإسلام ليس فيه حرية عقيدة، لكن حين يتعرض للتضييق في الدول الغربية حين ذاك يتحدث عن الحرية وعن الديمقراطية وأنه من حقه أن يدعو وأنه من حقه أن يبني المساجد داخل أوروبا وأنه من حقه أن يرفع الأذان داخل دول أوروبا، وهذه الحقوق التي يرافع بها هي حقوق من منتجات الحداثة، فلا يعقل أن تكون أنت ضد حرية العقيدة ضد حرية الفكر أو ضد حتى حرية أن يدعو الناس إلى
إلى الأديان التي يريدون وإلى الأفكار التي يريدون، وأن يعتنقوا الأفكار التي يريدون في مجتمعه، وأن تدعو في الوقت ذاته بمنطلق حقوقي إلى أن تكون لك الحرية لأن تدعو أنت في البلاد الأخرى كيف تريد، وأن تتحدث كيف تريد. ولو منعت مرة من إلقاء ندوة أو محاضرة أقمت الدنيا ولم تقعدها الحشر على الحرية، وأين حرية الفكر وأين الحقوق وأين الحريات. إذن في الأخير هذه الحداثة لها منجزات لا يمكن تجاوزها ولا يمكن إنكارها على كل المستويات. السؤال هل يمكن التوفيق بينها وبين الإسلام؟ لأننا رأينا في المدارس السابقة هناك من قال من التيارات من قال لا يمكن حصول أي توفيق بين الإسلام وبين الحداثة، وهناك من يرى ضرورة هذا التوفيق لأننا نريد التشبث بهويتنا. لا يمكن لأحد أن يضعنا بين أمرين، إما أن تكون حداثيا وإما أن تكون مسلما، لأن هناك من يريد أن يضعنا بين هذين في هذا التقابل، إما أن تكون مسلما وإما أن تكون حداثيا. لا يمكن لأن هناك جيل اليوم نشأ في ظل هذه المنجزات الحداثية الكبرى، خاصة الآن مع أجواء التحرر التي يعرفها العالم، فهو متشبث بهذه المنجزات، وفي الوقت ذاته هو متشبث بهويته، متشبث بدينه، لا يريد أن يتخلى عن دينه، لا يريد أن يتخلى عن هويته العقدية، ولكن في ذات الوقت يريد أن ينفتح، يريد أن يستفيد من هذه الحداثة. هل يمكن هذا الأمر أو لا يمكن؟ طبعا هناك إشكالات تعترض هذا الأمر. لو قلنا هكذا بشكل شاعري وجميل، نعم يمكن التوفيق بين الإسلام والحداثة، والإسلام والحداثة لا يختلفان، قد يكون كلاما شاعريا جميلا، ولكن من حيث التطبيق الأمر ليس بالسهولة التي نتصورها. وفي نظري أن هناك إشكالان كبيران مهمان يعترضان عملية التوفيق. الإشكال الأول هو إشكال النص، وهي قضية إشكالية كبيرة جدا. التعامل التقليدي للفكر الديني وللفاعلين الدينيين من حركات إسلامية وشيوخ وغيرهم مع النص مشكلة كبيرة، تفرض علينا أن يكون هناك اصطدام حقيقي، بدون أن نجمل الموضوع، هناك اصطدام حقيقي بين كثير من النصوص وبين الحداثة. وهذا واضح جدا، لأنك حين تتحدث مثلا عن حرية الفكر والعقيدة في الحداثة، وهي أحد الحريات الأساسية التي لا يمكن النقاش حولها، كيف ستوفق بين حرية العقيدة وبين نصوص القتال الموجودة في القرآن والتي هي صريحة وواضحة جدا؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يحكموا في ستة عن يدين وهم صاغرون. واضح، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. كيف ستوافق بين هذا النص وبين الحداثة وتقول نعم يمكن الجمع بين الإسلام وبين الحداثة؟ المساواة من أهم منجزات الحداثة، المساواة التامة والكاملة دون اعتبار لأي جنس أو لأي عرق. حين تأتي إلى النصوص ستصطدم بكثير من الإشكالات، ستصطدم بنصوص متعلقة بالمرأة، متعلقة بالإرث، متعلقة بالقوامة، الأحاديث الموجودة. أنا أتحدث عن النص بعمومي، لأن إذا أخذنا حتى السنة الإشكال سيتسع أكثر فأكثر. كيف ستتعامل مع النصوص التي يفهم منها أن فيها إهانة للمرأة؟ لا يمكن أن تتحدث عن قيمة المساواة وأنت تتعامل مع النص بشكل حرفي كما هو، تقول بأن النصوص واضحة ولا يمكن بأي شكل من حتى العرق فيه إشكال، حتى لا ليس فقط المساواة بين الأجناس، حتى المساواة بين الأعراق فيه إشكال. لأنك لو رجعت إلى صحيح البخاري مثلا ستجد أحاديث كثيرة تتحدث عن كون الحاكم يجب أن يكون من قريش وأن لا يكون من غير قريش، وأن الناس تبعوا هكذا في الحديث، الناس تبعوا لقريش، العالم بأسره يجب أن يكون تابعا لقبيلة. هذا كثير من النصوص التي فيها تمييز داخل الجنس، كيف ستتعامل؟ كيف ستتعامل معها؟ وقس على ذلك كل الأبواب. لا يمكن القفز بسهولة
على هذا الإشكال وأن نقول لا، هناك توافق بين الإسلام والحلالة، وهناك نصوص صريحة تتعارض مع القيم التي جاءت بها الحلالة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو الأدلس، وهو المشكل الكبير الذي وقعت فيه حركات الإسلام السياسي. أدلجة الدين، حين تؤدلج الدين لا يمكن أن تتحدث عن الحلالة، لا يمكن أن يقبل من شخص مؤدلج دينيا أن يتحدث عن الحلالة، لأنك أنت حولت الدين إلى إيديولوجية، وهذه الإيديولوجية لها منظومتها السياسية والاقتصادية والفكرية والفنية. إذا أين الحلالة إذن؟ وهذا إشكال كبير جدا، ولذلك جاءت حركات الإسلام السياسي فتحدثت عن نظام الدولة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي والفن الإسلامي والأغنية الإسلامية وأي شيء إسلامي، فجعل الحياة كلها إيديولوجية بحيث تحول كل شيء إلى إسلامي إلى إسلامي. هذا حين تتحدث بهذا المنظور لا يمكن أن تتحدث عن الحياة، لأنك رفضت قيم الحداثة وتدعي أن هناك قيم فكرية وثقافية وسياسية خاصة بالإسلام. إطلاقا في أن يكون هناك نوع من التوفيق بين الحداثة وقبول قيم الحداثة وبين الإسلام، لكن طبعا ليس الأمر بالسهولة التي نتصورها. لا يمكن ذلك إلا بتغيير النظرة نحو مفهوم الدين. أما الدين بالشكل العادي المطروح التقليدي، أنا هذا أمر ميؤوس منه في نظري. لكن لو تغيرت النظرة إلى الدين، مفهوم الدين، ما هو الدين؟ هل الدين فعلا هو إيديولوجيا؟ لأن حين تتحدث عن الإيديولوجيا تتحدث عن منظومة كاملة، تتحدث عن ممارسة جماعية، تتحدث عن نظام جماعي، لكن هل الدين فعلا هو ذلك الأمر؟ أنا في رأيي وبشكل موضوعي أن هذا ليس هو الدين، أن هذه إيديولوجيات دينية جاءت مع حركات سياسية وضفت من طرف أنظمة سياسية قديما وحديثا. وأعطي باختصار حتى لا أطيل عليكم، أعطي مثال بسيط، والدكتور قد تحدث في محاضرته عن كثير من هذا التفريق بين الدين وبين التدين الذي هو الإيديولوجيات المعاصرة بكافة ألوانها. أعطي مثال بسيط على هذا الأمر من السيرة النبوية نفسها. كل الفقهاء اليوم يجمعون على أن، والمفسرون مفسر القرآن يجمعون على أن قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، على أن هذه آخر آية نزلت في القرآن فيما يتعلق بالتشريع، بالتشريع الديني، أتحدث عن التشريع الديني. طيب، قالوا هذه آخر آية، وفعلا لأنها واضحة حتى في نصها واضحة، اليوم أكملت لكم دينكم، يعني بتمام بنزول هذه الآية انتهى الدين، وما غير ذلك ليس من الدين. كثير من الناس بسبب الربط الذي في عقله بين الدين وبين كل الأحكام التي جاءت في القرآن يظن أن هذه هي آخر آية نزلت في القرآن، وليس الأمر كذلك. هذه الآية هي ليست آخر آية في القرآن، بل نزل بعدها آيات كثيرة متعلقة بأحكام تشريعية. سورة التوبة كاملة نزلت بعد هذه الآية، أن سورة التوبة من آخر ما نزل من القرآن، وعلى كثرة ما فيها من أحكام الجهاد والقتال والسبي والغنيمة وغير ذلك، هي نزلت بعد قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. بكل بساطة، لأن تلك الأحكام ليست من الدين، لأن قاتلوا في سبيل الله الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية ليست من الدين، وبالتالي أنا مرتاح منها ولا تشكل لي أي إزعاج إطلاقا. وكثير من الأحكام الموجودة أيضا في سورة التوبة وفي غيرها هي ليست من الدين، ولذلك من الأساسيات التي ينبغي أن تشتغل عليها أي محاولة للإصلاح الديني وتجديد الفكر الديني التفريق بين الدين والدنيا. يجب أن نعرف ما هو الدين وما هو الدنيا، لأنه ليست كل الأحكام الموجودة حتى في القرآن أو في السنة ليست كلها من الدين، وكثير منها هو من الدنيا،
ولذلك كما ذكر الدكتور في محاضرته الحدود مثلا هذه ليست من الدين، الحدود هي من الدنيا وليست من الدين. الدين هو العلاقة العمودية بين الإنسان وبين ربي عز وجل. إذا أزحنا الدين إلى هذا المفهوم وحولناه إلى عبادة فردية بين الإنسان وبين ربه تعالى، وجعلنا كل التشريعات المتعلقة ليس فقط التشريعات القانونية المتعلقة بالمجتمع، ما يتعلق بالقانون وما يتعلق بالفكر ما يتعلق بالثقافة أرجعناه إلى الإبداع العقلي، وأزحنا عنه سلطة النقل وأزحنا عنه سلطة النص، وجعلنا العقل فيه هو المحور انتهى الموضوع. وبالتالي الدين له حدوده وله مجالاته، لا يمكن أن نعمل الحداثة في الصلاة ولا في أحكام الصيام ولا في أحكام الحج ولا في الشرائع التعبدية التي لا يمكن تغييرها بأي حال من الأحوال، لا يمكن إعمالها في القيم الأخلاقية الكبرى التي جاءت بها الأديان وجاءت بها الحضارات، الأمانة والصدق وغير ذلك، هذه من الدين. لكن حين تتحدث بالمنتجات التي العقل هو أساس فيها، فحيننا نعطي للعقل أن يبدع ما شاء من التشريعات من الفنون من الأفكار فيما هو صالح للمجتمع. وحتى الفقهاء حتى في المنظومة الفقهية أحيانا رغم أنها تقليدية تجد الحديث عن المصلحة، تجد بعض الأصوليين كالطوفي مثلا جاء وقال بأنه كل هذه أدلة التشريع التي تستدلون بها كلها غير صالحة، المصلحة هي التشريع، حيثما وجدت المصلحة فتم شرع الله كما عبر عنها أكثر من واحد. وطبعا المصلحة هي العقل، حين نتحدث نحن عن المصلحة فنحن نتحدث عن العقل. إذا ستتحد الحداثة معنا في كون العقل هو مصدر والذي يضيء والذي يجعلها أيضا قابلة للتأقلم مع المجتمعات، هذه الثورة العقلية التي نعيشها، قابلية النقد الموجودة اليوم في مجتمعاتنا، لأنه حين ذا قد رفعت عنه صفة القداسة وقد أصبح أمرا عقليا إنسانيا بشريا المحور فيه هو الإنسان وليس هو النص. وبالتالي المجتمعات لها الحق في أن تتدافع، لها الحل في أن تتعارض حتى تخرج بالحلول التي تستقيم لها في